السلام عليكم. كنرحبوا وكنشكروا الموقع الالكتروني لودوز.ما على الاستضافه. الفكره ديال تاسيس موقع الكتروني للتكوين عن بعد في مجال تقنيات الاسعافات الاوليه الاساسيه صراحه كانت فكره اللي قديمه فكرت فيها شحال هذا، ونظرا للظرفيه الحاليه اللي ما يمكنش الناس يعني ديبلاسا ويجيو عندنا لو سونتر ويتكونوا في مجال ديال الاسعافات الاوليه، ونظرا ايضا للطلب المتزايد والطلب الكثير اللي كان عندنا في جميع انحاء المملكه، يعني كيتصلوا بنا الناس في مدن اخرى في الشمال في الجنوب بغوا انهم يتعلموا التقنيات ديال الاسعافات الاوليه. لذلك قررنا عفوا ان ناسسوا ولا ان نطلقوا هذه المنصه ديال التكوين ديال الاسعافات الاوليه. المنصه طلقناها تقريبا هذه شهر. لحد الان استطعنا ان نكونوا 270 مسعف ومسعفة في تراب المملكة. تجربة صراحة كما كيعاودوا هما تجربة اللي هي مزيانة، استطعوا انهم يتعلموا تقنية ديال الاسعافات الاولية بحكم التواصل اللي كاين ما بيننا كفريق وما بين دوك الناس المسعفين المتدربين. هي سلسلة ديال الفيديوهات النظرية فيها كل ما يتعلق باللي باز يعني الاسعافات الاوليه الاساسيه. مثلا الى عندنا حريق في المنزل، مثلا عندنا جرح، مثلا عندنا كسر، مثلا عندنا مصاب اللي فاقد الوعي وكيتنفس كيفاش نديروا ليه، مصاب اللي فاقد الوعي وما كيتنفسش كيفاش نديروا ليه، لي كريز كاردياك عفوا او السكته القلبيه كيفاش ان نتعاملوا معها. المسعف هو واحد الشخص اللي هو بسيط، يعني اي واحد فينا يقدر يكون مسعف. انا ماشي طبيب، انا ماشي ممرض، انا شخص اللي هو عادي، شخص بسيط تعلمت التقنيات ديال الاسعافات الاوليه وكنطبقها. علاش كنقول هذا الشيء؟ يعني اي واحد فينا يقدر يطيح مثلا في موقف اللي كيفرض عليه انه يقدم اسعافات اوليه، اما في المنزل، اما في الشارع، اما في العمل. وبزاف عندنا في المنزل، يعني كنسمع بزاف ديال الناس كيقول لك راه ماشي من حقك انك تقدم الاسعافات الاوليه. لا، من حقك انك تقدم الاسعافات الاوليه، غير خاص تكون الطريقه اللي هي صحيحه. الموقع الالكتروني كيتيح لاي واحد انه يتسجل ويتكون بالمجان، يعني يمكن ليه انه يدير التكوين التسجيل ديالو ويتكون. ايضا دايرين واحد انيميغو واتساب اللي يقدر يصيفط فيه الاسئله ديالو الا مثلا لقى مشكل في التسجيل او لا دخل وما فهمش مثلا شي حاجه. يعني كاينين الناس اللي خدامين معنا حنا واحد الفريق اللي يمكن يطرح عليه الاسئله ديالو وحنا كنجاوبو، يعني كنبقاو مع داك المسعف المتدرب ملي كيصيفط لينا يعني عنده ديك الرغبه ديال انه يتسجل كنبقاو معاه حتى كيتسجل. ايضا كنتيحوا لاي واحد باغي مثلا الشهاده ديالو والبطاقه ديالو في الاخر ديال التكوين يمكن عاوتاني يطلبها لينا، وحنا كنتكلفوا حتى كنصيفطوها ليه وكتوصلوا حتى لعندو. يعني الخدمه ديال التسجيل وديال التكوين فهي مجانيه. الغرض ديالنا ان الناس يعرفوا الاسعافات الاوليه، ان الناس يعرفوا يتدخلوا بشكل هو صحيح. بالمناسبه كنبغي نشكر جزيل الشكر للمتطوعين والمتطوعات اللي كان لهم الفضل في ان هذا المشروع يخرج الحيز الوجود، خدموا بشكل اللي هو تطوعي بشكل اللي هو مجاني في سبيل ان هذا المشروع يعني يوصل للناس، في سبيل ان الناس يتكونوا في هذا المجال. وكل شيء وراء يعني القائد ديالنا قائد البلاد جلاله الملك محمد السادس الله ينصره، ونتمنوا ان نكونوا عند حسن ظنه وعند حسن ظن كاع الناس اللي متبعينا. شكرا.